ده لاعب أقل حاجة غلط عملها في مسيرته إنه زور في عمره 5 سنين، بجانب حاجات تانية زي إنه ساهم في قتل أمه وأقام علاقة مع أخته وعلاقات مثلية. أهمية قصة شيفان زيجو إنه أصغر لاعب يشارك ويسجل جول في تاريخ أمم إفريقيا. طبعاً رقم اتضح إنه مزور. تعال أقولك في الأول اعترافات شيفا اللي قالها في الكنيسة سنة 2018. أول اعتراف إنه أكبر من سنه ب5 سنين، وإن والده ووالدته هما اللي زوروا شهادة ميلاده، وده معناه إنه اتولد سنة 1977 أو 1978 مش 1983. يعني كان عنده وقت الجول 21 سنة مش 16 زي ما احنا عرفنا. والده قرر يحتفظ بكل الفلوس اللي شيفا بيكسبها، فقرر يضحي بوالدته وأقنعه إن موتها هيخليه يبقى لاعب كبير وروحها هتساعده في مسيرته الكروية. طب هل شيفا نجح في مسيرته الرياضية بعد كل ده؟ شيفا تألق في البطولة المحلية للجابون عشان يخطف أنظار نادي أنجيل فرنسي، وبعد وصوله لفرنسا غير اسمه من شيفا بحرف السي لشيفا بحرف الاس، وفي 1998 حصد جايزة أفضل هداف تحت 15 سنة بتسجيل 25 هدف. أكيد طبعاً كان بيسجل كل الأرقام دي وهو أكبر من زمايله ب5 سنين. شيفا اتكلم عن الفترة الأولى ليه في فرنسا ووصفها بالصعبة، وخصوصاً إنه كان في فرنسا لوحده وملوش أي أصدقاء في الفريق، لدرجة إنهم كانوا بيتريقوا على طريقة كلامه وكمان لبسه، وبسبب خجله كان معاه ورقة فيها أرقام ومش عارف هي إيه، واكتشف بعد كده إنه رقم حسابه البنكي وإنه كان صاحب أعلى راتب في الفريق كونه محترف، وبدأ زمايله محاولة استغلاله بإنه يدفع لهم تمن كل حاجة سواء في الأكل أو اللبس. وفي 1999 كانوا بيصحوه الساعة 5 الفجر ينط من الشباك ويهرب من المعسكر عشان يخوض اختبارات مع فرق تانية، وبعدها اكتشف إنهم حاولوا يبيعوه رغم إن عقده قرب يخلص، وعرف من مدرب نانت محاولتهم لاستغلاله وشرح له الموقف، وفي النهاية انضم لنانت في سنة 2000. طبعاً تألقه خلى منتخب الجابون يضمه، وفعلاً في أول مباراة رسمية ليه في أمم إفريقيا سجل هدف في الخسارة من جنوب إفريقيا بنتيجة 3-1 عشان يكون أصغر لاعب في تاريخ البطولة مشاركة وتسجيلاً. رجع شيفا نانت وبعدها أعير لفريق درجة تانية في فرنسا، وانضم الرمس وخاض تجربتين في الدرجة الثالثة في بلجيكا، ومنهم رجع للجابون مرة تانية، وأخيرا شارك مع فرق هواة في فرنسا عشان تنتهي مسيرته الكروية اللي وصفها البعض في بدايتها بالمعجزة بدون أي ألقاب، وباعتراف صادم وقصة ممكن ما تتصدقش في فيلم رعب ممكن تشوفه.